بسم الله. الساعة دلوقتي 10 بتوقيت مصر، بداية قناتنا ان شاء الله الجديدة بتاريخ 23 أغسطس لسنة 2022. قناتنا هتتكلم عن محتوى هيكون منوع، بس هيكون الأكتر تسليط الضوء الأكتر هيكون على تربية الأطفال، لأن التكنولوجيا بعد ما بقت موجودة بقت هي سلاح ذو حدين، بتأثر على الأطفال أكتر ما هي بتأثر على الكبار. هي بتشارك معانا في تربية أبنائنا، وده بيخلينا أن احنا نبحث عن أصول صحيحة للتربية عشان نطلع جيل عنده قيم ومبادئ ومثل دلوقتي اختفت او قربت ان هي تختفي وتكون مش موجودة. احنا هنعمل سلسلة من الفيديوهات هنقدم فيها بعض المساعدات عن طريق البحث في النت، وده لان انا بحب ابحث كتير عن معلومات وفيديوهات بتساعدني في حاجات كتيرة، فهستغل الموهبة دي في ان ابحث عن حاجات تخص الاطفال، وارجو ان هي تفيدكم واكون قدمت جزء صغير يساعد الاهل في تربية الابناء. واكيد هضيف قنوات بتساعد في ان الطفل يشاهدها بتنمي مهاراته، واكيد هحط حاجات للام تساعدها في التربية ان شاء الله. واشكركم جدا، ويا رب ان شاء الله القناة تعجبكم، واتمنى انكم تشتركوا فيها علشان القناة تكبر بكم باذن الله.